دلوقتي احنا في سنة بروم، انا اسمي شيري، وفي هنا اشعار شجر ليزر اعرفكم عليه. دي كده شجرة ليزر، دي عاملة 4750. دي بتنزل الفوم من فوق كأنه تلج، وتعمل برضو موسيقى. في برضو المقاسات الأصغر، دي تبقى عاملة 2250، وفي منها مقاسات تانية. دي برضو تبقى ليزر وبتنور النور منها فيه. دي برضو ليزر عاملة 1750، ده برضو ليزر بس دي 210. دي برضو بتنور وبتبقى فيها نجمة من فوق. في برضو الليزر ده برضو فيه ألوان منه، دي من 1500. ايه الفرق بينه وبين الشجر العادي؟ ده بيبقى الليزر فيه نفسه، بيبقى الإضاءة فيها نفسها أو الكور بتاعتها فيها نفسها، لكن العادي بيبقى سادة خالص، وانتي تحطيلي مثلا الزينة اللي تعجبك. بيبقى الليزر نفس الإضاءة والزينة بتاعته بتبقى هي نفسها في الشجرة. الشجر العادي انتي بقى بتحطي الزينة اللي تعجبك فيه. طب الشجر الليزر شعره بيبدأ من كام؟ من 1500. العادي بقى شعره العادي من بداية 45 جنيه. كل حاجه وليها مقاس. اقل طول الشجره بيبقى قد ايه؟ اقل طول بيبقى حوالي مثلا 1.20 متر. واعلى حاجه عندكم؟ اعلى حاجه 210. ده كله كده، ده ليزر، ولما بيتفرق برضه بيدي منظر لطيف. فبيكون ملموم، ولما بيتفرق بيكون حاجه زي كده. حاجة مثلا عاملة 1.5 متر بتبقى عاملة 1500. في حاجة عاملة 1.20 متر عاملة 1150. في حاجة عاملة 210 عاملة 2750. في حاجة عاملة 180 1850. أقل سعر كام هنا في الشجر؟ أقل سعر عامل 1150. دول كده برضو بابا جويل وكده، بيبقى في منهم الفوم جواه كله برضو بينزل تك. دي بتشتغل بالكهرباء، حطي بس الفيشة تلاقي اتنفخ لوحده. حاجة زي بابا نويل ده عاملة 2250. 3.5. دي برضو الكور، دي برضو بتاعت الشجرة، في منها ألوان كتير. دي الكورة بيكون جواها سرية نور، بتشتغل برضو بناس حبها جوا تحت الشجرة، بحيث انها تدي منظر لطيف. دي عاملة 500.